صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومعنى الإيمان هنا الإيمان بأن الله فرضه، والإيمان بما في صيامه من ثواب. ومعنى الاحتساب أن الإنسان يحتسب على الله أجره في صيامه لهذا الشهر. كثير منا والحمد لله يصلي، كلنا نصلي ونصوم رمضان، لكن هل يقع في قلوبنا أننا نريد بذلك ثواب الله وأن يكون هذا ذكرا لنا عند الله؟ أكثر الناس غافل عن هذا، أكثر الناس إنما يريدون أن يؤدوا الفريضة ولا يخطر ببالهم ثوابها. وهذا أعني كون الثواب يخطر ببال المتعبد أمر مهم. ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الثواب العظيم لمن صام رمضان بأن يكون صيامه إيمانا واحتسابا لا عادة